للحديث عن أوضاع المسلمين في الهند والانتهاكات والعنصرية الممارسة ضدهم، معنا من اسطنبول المتخصص بشؤون الأقليات الأستاذ محمد سرحان. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك، كيف تنظر إلى حكم المحكمة في ولاية غوجرات غربي الهند بالإفراج عن مجرمين حكموا بالسجن مدى الحياة عن جريمتي اغتصاب وقتل؟ يعني هل اكتشفت المحكمة شيئا يثبت براءتهم أم أن ما يجري في حكم مسيس لا أكثر؟ مرحبا بحضرتك دكتور سمير. هو في الحقيقة هذا الحكم بتبرئة هؤلاء 11 المتهمين باغتصاب هذه المرأة المسلمة ليس مستغربا في الهند الجديدة. هو صراحة هو رسالة واضحة بأن الأمان هو الذي سيتوفر لكل من يرتكب جرائم طائفية، لكل من يرتكب أي جريمة من أي نوع ضد المسلمين أو اغتصاب المسلمات، أو حتى رسالة للمجرمين الذين يقومون باغتصاب النساء، خاصة وأن الهند بلد يعني للأسف تنتشر فيها هذه الجريمة. فبالتالي هي رسالة طمأنة لكل المتطرفين الذين يشاركون أو يحرضون على الجرائم الطائفية ضد المسلمين خصوصا، بأنهم سيكون مصيرهم إلى التبرئة والبراءة واستقبال الأبطال. في الهند الجديدة للأسف يتم استثمار كل الأحداث لتعظيم العناصر المتطرفة الذين يشاركون أو يحرضون على التنكيل والبطش بالمسلمين. فهذا العام في عيد الاستقلال تم الإفراج عن هؤلاء الذين هم متهمون بالاغتصاب والمشاركة في الجرائم الطائفية في ولاية غوجرات، وبالتالي فهذه الرسالة هي رسالة تأمين لهؤلاء العناصر. للأسف يعني على سبيل المثال في مسألة القضاء، يعني سؤال حضرتك اكتشاف شيء أو هكذا، يعني كل العالم شاهد جريمة هدم مسجد بابري في عام 1992 في 6 ديسمبر، ومع ذلك في أواخر سبتمبر عام 2020 قضت محكمة هندية بتبرئة السياسيين زعماء الحزب الحاكم المحرضين على هدم مسجد بابري بحجة عدم اكتمال الأدلة. في عام 2019 قضت المحكمة العليا في الهند بأحقية الهندوس في أرض مسجد بابري، وبالتالي مثل هذه الأحكام وتبرئة مثل هؤلاء يعني المرتكبي جرائم الاغتصاب وهكذا ليست مستغربة في الهند للأسف الجديدة من بعد عام 2014. وصف المفرج عنهم في ولاية غوجرات بالأبطال إلى أي مدى يستفز مشاعر المسلمين؟ هو وصف هؤلاء بالأبطال لأنهم في الحقيقة في نظر الحركات الهندوسية المتطرفة وفي نظر العناصر المتطرفة بالحزب الحاكم هم أبطال، فهم شاركوا في القتل والتنكيل بالمسلمين في عام 2002 في ولاية غوجرات. هذه الولاية وهذه الأحداث حينها كان رئيس الوزراء الحالي للهند ناريندرا مودي هو رئيس حكومة أو كبير وزراء، يعني أو كما يسمى رئيس وزراء هذه الولاية آنذاك وقت هذه الأحداث، وهو الذي فتح الباب أمام المتطرفين الهندوس لارتكاب هذه المجازر بحق المسلمين عام 2002. وبالتالي فهذه الرسالة الطمأنة لكل هؤلاء الذين يحرضون ضد المسلمين بأنهم أبطال الذين يقتلون المسلمين في الشوارع ويعتدون على المساجد ويحرقون المساجد ومحلات المسلمين وبيوت المسلمين، هم أبطال في نظر الحركات الهندوسية المتطرفة للأسف. هل الحكومة راضية برأيك عما يجري من انتهاكات ضد المسلمين، يعني بعد العديد من الورطات التي وقعت فيها وهي تعلم أن هذه السياسات ربما يعني ستؤثر بالتأكيد على العلاقات الخارجية للهند؟ هو للأسف يعني الهند تقلق عندما يكون هناك موقف غربي جاد مضاد لهذه السياسة، لكن للأسف المواقف العربية والإسلامية التي تمت مع أحداث الاضطهاد ضد المسلمين في السنوات الأخيرة أو مع الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مؤخرا هي مواقف مؤقتة للأسف لا يبنى عليها، أقصد المواقف الرسمية، يعني فكرة استدعاء السفراء أو الاحتجاج لدى السفراء وهكذا، لكن المواقف الأخرى التي تمت هي مواقف شعبية، مواقف من العلماء، مواقف من بعض النواب في بعض الدول، وبالتالي فهذه المواقف لن تؤثر بدرجة كبيرة على العلاقات الاقتصادية، والاقتصاد هو أول عنصر تخشاه هذه الدول، الهند على سبيل المثال يعني، وبالتالي فليس هناك ما يؤثر على القرار الهندي الآن ليجعل الهند تتراجع أو يعني هل برأيك تريد أن تقول بأن
القوة الاقتصادية التي تحظى بها الهند تجعل ناطقان من حكومة الهند يعني يتجاوزان أو يسيئان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم علنا دون أن تؤثر على العلاقات الخارجية مع الهند؟ هو طبعا فكرة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم هي لا أقصد أنها لا تؤثر، ولكن أقصد أن الدول العربية والإسلامية بالدرجة الأولى لم تتخذ خطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع الهند. نعم. وبالتالي فالهند تتخوف فقط عندما يكون هناك ضرر بالعلاقات الاقتصادية، وهذا لم يحدث حتى الآن. أيضا عندما نقول أن الهند راضية أو كحكومة يعني أو هكذا عن مثل هذه الأحداث، هو فقط للأسف أن الهند كحكومة يعني الهند كسلطات حاكمة هي محرض وهي شريك أساسي في هذه الجرائم الطائفية، هي التي يعني العناصر الأساسيين في الحزب الحاكم يحرضون على مثل هكذا جرائم. السياسات والقوانين التي تشرعها وتسنها السلطات الهندية من شأنها أن تسهم في مزيد أو تصب إلى مزيد من الاحتقان ضد المسلمين، وبالتالي فهي توجد البيئة الخصبة والمناخ الآمن للمتطرفين لارتكاب مزيد من الجرائم ضد المسلمين. هذا الاضطهاد المتواصل ضد المسلمين والإفلات من العقاب أكيد له مردودات وتداعيات، ولكن أين حديث مودي عن جعل الهند دولة ديمقراطية ودولة حريات؟ عدم تغيير الخطاب السياسي إلى أين سيجر البلاد؟ هو للأسف السياسات التي تعمل بها الدولة الهندية في السنوات الأخيرة هي تصب إلى مزيد من الاتجاه إلى الخطاب التحريضي، إلى خطاب واحد وهو أو هدف واحد وهو إنشاء الدولة الهندوسية. فكرة مخاطبة الإعلام بوجود حريات وعدالة وهكذا هو فقط للاستثمار السياسي الإعلامي أمام الدول عندما كانت هناك بعض المواقف وقت أزمة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن داخليا كل السياسات الهندية هي من شأنها أن تقول وتعطي رسالة واضحة بمزيد من التضييق على المسلمين. القوانين التي تم يعني سنها في السنوات الأخيرة من شأنها التضييق على المسلمين، سواء قانون الجنسية الذي يمنح الجنسية الهندية للعديد من الأقليات ويستثني المسلمين مثلا، قانون مثلا إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، التدخل حتى في الأحوال الشخصية للمسلمين بسن قانون قبل عدة سنوات يعني يلغي فكرة الطلاق أو الطلقات الثلاث مثلا، وهذا تدخل صريح في الأحوال الشخصية للمسلمين، وغيرها من القوانين التي تضيق على المسلمين بدرجة كبيرة. وبالتالي يعني بالتوازي مع هذه القوانين هناك العديد من السياسات التي تصب أيضا في هذا الاتجاه. وفكرة مثلا يعني عندما تم منح الهندوس أحقية أو الأحقية في أرض مسجد بابري، شارك رئيس الوزراء نفسه في احتفال ضخم وقت كورونا، في الوقت الذي كانت تغلق فيه البلاد شارك في احتفالية ضخمة بوضع حجر الأساس. شكرا لمعبد هندوسي محل مسجد بابري. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول المتخصص بشؤون الأقليات الأستاذ محمد سرحان.